طيب بسم الله الرحمن الرحيم. In today's session, I will be speaking about the spherical coordinate system. Spherical coordinate system اللي هو عادة إحنا بنعطيه coordinates على إنه اللي عبارة عن r, theta, and phi. بالتالي لو بتحط هون بس استخدم ال variables راح تكون استخدم symbols التالية. راح يكون عندي هون r, بعدين راح يكون عندي ثيتا r theta and phi. تمام، فهاي عبارة عن ال three space variables اللي احنا بنعرف فيها ب spherical coordinate system او ال point using the spherical coordinate system. السفيريكال كوردينيت سيستم هو احد الكوردينيت سيستمز اللي وي ويل بي يوزينج ديورينج ذا الكترومغنتيك كورس. واحنا بينا كانترودكشن على انه الفيزيكال كوانتيتيز اللي وي شال بي ديلينج ويز بالالكترومغنتكس عباره عن سبيس اند تايم variables او فانكشن اوف سبيس اند تايم. وبالتالي ان اوردر تو ديسكرايب the spatial variations of high quantities, وبالتالي we must be able to define all the points uniquely, accurately in the space in a suitable manner. وبالتالي إذا لازم أفهم الكيس study اللي بين إيدي، تمام؟ وبناء على هاي الكيس study اللي بين إيدي، بناء على هذا chart object أو بناء على current that flowing through this particular object, we will be using and choosing the suitable coordinate system. A suitable coordinate system. Sometimes the Cartesian coordinate would be the best. Sometimes the cylindrical coordinate or circular cylindrical coordinate system. Other times the spherical coordinate might be the best. Well, the spherical coordinate system هو أحد ال orthogonal systems. وهنا حكينا ال coordinate systems قد يكونوا non orthogonal بمعنى إنه ال coordinates are not perpendicular or orthogonal. Or orthogonal systems اللي هم عادة بيكون عندنا ال coordinates are mutually perpendicular. تمام؟ ال AX متعامل مع AY ومتعامل مع AZ بال Cartesian coordinate، أو ال rho أو ال A rho مع ال AY مع ال AZ بال cylindrical coordinate، وبال spherical coordinate رح نشوف ال AR متعامل مع A theta متعامل مع AY. تمام؟ فهو أحد السيستمز ال coordinate systems اللي إحنا بنستخدمهم. هلا The spherical coordinate system, أول إشي بدنا نشوف الـ application أو الـ usage, when the spherical coordinate system would be the best. إذا هاي نقطة مهمة جدا. إذا الـ spherical coordinate system بشكل عام، طبعا الـ spherical جاي من sphere، من كلمة sphere، من الكرة، يعني الـ coordinate system الكروي وليس الأسطواني وليس الكارتيزيان. إذا الـ spherical coordinate system تمام would be the best متى عادة is most appropriate when one is dealing with problems having a degree of spherical symmetry. لما يكون في عندي spherical symmetry، شو معنى spherical symmetry؟ يعني في تناظر أو تماثل كروي. لما يكون عندي إذن spherical symmetry، يعني لما يكون في عندي تناظر كروي، بمعنى انه فور اكزامبل عندي كره او عندي بوينت تشارج، تمام، وانا بدي ادرس فور اكزامبل الكتريك فلكس دنسيتي او الكتريك فيلد دنسيتي ات سام بوينت باي ابلاينج جاوس لو، تمام، او يكون عندي فور اكزامبل الجي الكرنت ديستريبيوشن از جيفن ان سفيريكال كوردينيت سيستم، وبالتالي بدي اطلع التوتال كرنت اي. فاذا بتعتمد على نوع السيمتري، نوع التماثل، نوع التناظر اللي موجود عندي في الكيس ستادي اللي انا عم بدرسها. تمام، فاذا هاي اول نقطه لازم ننبه عليها. النقطه رقم 2 وهي also very important اللي هو احنا السفيريكال كوردينيت سيستم بشكل عام، a point a، تمام، او a point p، let's say a point p، تمام، can be represented by the spherical coordinate system by r radius، راح نشوف هلا theta latitude angle و phi azimuth angle، تمام، r theta phi، بحيث انه احنا بنعمل assumption على انه هاي البوينت،
تمام موجودة on point on the surface of a sphere. تمام of sphere يعني أنا بفترض إنه هاي النقطة اللي أنا بدي أعملها representation بتحدد ال position تبعها using the spherical coordinate system موجودة على سطح كرة طيب طب احنا عادة من الاشياء الرئيسية اللي احنا بنعرف فيها الكرة الراديوس صح ابسط الاشياء اللي هو الراديوس يعني انا بحدد والله مساحة سطح الكرة 4 باي ار سكوير او بحدد حجم الكرة 4 اوفر 3 باي ار كيوب اذا حسب الراديوس وهو very important بحيث انه الراديوس هي عبارة عن direct distance من الاوريجن لسطح هاي الكرة طيب هلا خلينا نتعرف على variable تمام لهاي البوينت اللي انا موجود عندي انا فور اكزامبل في عندي هاي البوينت تمام هاي البوينت هاي باليلو وهي بدي ابدا ادرسها وادرس البارامتر ساعتها هون تمام فانا فور اكزامبل بدي افترض جدلا في عندي 1/4 اوف سفير يعني او كوارتر اوف سفير ربع كره موجوده بالربع الاول خليني احكي بالاكس واي زد سبيس تمام موجوده بالربع الاول اذا كان عندي فور اكزامبل بدي اطلع اكس واي طبعا بحكي عن البوزيتيف زد اكسس طبعا هم فعليا في الاكس واي زد سبيس بكون عندي 8 مكعبات او تسي 8 كيوبس تمام ولكن انا هيك بس للتبسيط كانه في عم بحكي عن الربع الاول لما يكون عندي البوزيتيف اكس وبوزيتيف واي تمام وبوزيتيف زد بدي اختار فيها تمام فانا بدي افترض انه في عندي هاي جزء من هاي السفير وانا هاي البوينت بي اللي انا بدرس الكيس ستدي تبعتي هاي البوينت بي لاحظ البوينت بي موجود على سطح كرة وإحنا هلا حكينا لسه عم بعبر أنا بالبوينت using spherical coordinate بR وR من اسمها الراديوس هي عبارة عن الراديوس إذا الR is defined as the radius من الأوريجين أو من الأوريجين to the point أو بعض الأحيان ممكن نعرفها simply كنا نعرفها عن إنها position vector هي عبارة عن إيش direct distance من الأوريجين to the point صح ولا لا وبالتالي إذ radius of a sphere centered at the origin passing through P. إذا عادة إذا كمان مرة خلينا نعرف ال R هون ال R بالنسبة لإلك ال R هي عبارة عن ال radius أو ال distance from the origin هي عبارة عن ال radius لهي السفير تمام و I can say هي عبارة عن ال distance from the origin من نقطة الأصل the origin O شايف من the origin O تمام to the point P تمام إذا هاي نقطة مهمة أو ممكن أحكي هي عبارة عن the radius اللي هو نصف القطر of a sphere centered at the origin passing through the point P تمام فإذا لو بدي أحدد بالضبط هاي المسافة هاي عبارة عن R لاحظ هي عبارة عن radius لاحظ أو the directed distance from the origin to the point P which is at the surface of the sphere أو هي عبارة عن a distance من the origin للpoint أو بعض الأحيان ممكن نحكي عبارة عن radius of a sphere centered at the origin passing through the point P طيب هاي حددنا هاي الR بالنسبة لي بسيطة هلا الاشي الثاني المهم اللي عبارة عن ثيتا هون هذا الفاريبل جديد ثيتا فاريبل جديد وين الثيتا شو هاي الثيتا الثيتا عادة بسموها كولاتيتيود انجل يعني هي عبارة عن الكولاتيتيود انجل طبعا هاي الكولاتيتيود انجل واحد بقول لك شو هاي الانجل هلا انت مش من الاوريجين من الـ XYZ space من الـ origin رسمت هذا الـ radius هلا هذا الـ radius وين مكان الـ location تبعه إله projection على الـ positive x-axis هاي الزاوية المحصورة بين الـ positive z-axis وهذا الـ radius هي عبارة عن الـ latitude وبالتالي هي عبارة عن the angle between يعني ممكن أعبر عنها على أنها the angle هي عبارة عن الانجل between ال positive z axis تمام and r and the radius او ال position vector تبع r ال position
vector of P. تمام؟ يعني if we take closer look راح نشوف هاي الزاوية هي ثيتا. لاحظ هاي الزاوية، لاحظ هاي positive z axis، تمام؟ هذا positive z axis، فهاي الزاوية هي الزاوية ثيتا. إذا صار عندي R معروف، ثيتا معروف، معروفة صار ثيتا. طيب هلا أنا عملت projection تبعت R على positive z axis، طيب لو عملت البروجكشن تبعها بالمقابل، بالمقابل بدي انبهك على شيء. البوزيتيف زد اكسس مع الاكس واي بلين، شو الزاويه المحصوره بينهم؟ هاي الزاويه، لاحظ هاي الزاويه، بدك تركز على هاي الزاويه. هاي الزاويه، خلينا نوضحها هيك احسن. هاي الزاويه المحصوره هون، هاي الزاويه لاحظ 90 ديجري صح ولا لا؟ هاي 90 ديجري، طيب انت جزء منها كان ثيتا. وبالتالي لما حكيت R R في كوساين ثيتك أنا جبت البروجكشن وين؟ على Z axis صح؟ يعني هاي كأنك جيت هون فصار عندي Z هي عبارة عن R، لاحظ R في كوساين ثيتا. طيب ممتاز، لو عملت R ساين ثيتا شو بعطيك؟ لاحظ عم تأخذ البروجكشن، راح تاخذ البروجكشن وين؟ على الاكس واي بلين، فراح تجيب هون فيكتور، وهذا الفيكتور بدي اذكرك، هذا الفيكتور، هذا الفيكتور راح يكون كانه رو في السلندريكال كوردينيت سيستم صح ولا لا؟ فلاحظ اذا ار ساين ثيتا كانه هو الرو، تمام؟ بدي انبهك بس على نقطه. هلا لما انت عملت projection لهذا الراديوس على الـ XY plane، تمام؟ الزاوية، الزاوية المحصورة بين الـ positive X axis مع projection الـ position vector للـ point P اللي هو فعليا الراديوس على الـ XY plane، هاي الزاوية لاحظ نفسها الأزيميثال أنجل تبعت مين؟ تبعت cylindrical coordinate system، هي نفس الازيميثال انجل تبعت الكوردينيت سيستم. وبالتالي راح احكي لك اذا فاي هي برضو الازيميثال، ازيميثال انجل ميجرد من البوزيتيف اكس اكسس لحديت البروجكشن تبع ار على الاكس واي بلين، على الاكس واي بلين. هلا تو فيجوالايز ذا سيم، تمام، بدي اخذ اسفير وراديوس تبع اوريجن، الاوريجن في الاكس واي زد سبيس يوزنج الجيوجبرا، وي ويل بي تراينج تو سبيسيفاي ذا سفيريكال اند ذا كورسبوندينج كارتيزيان كوردينيت عليها، تمام؟ خلينا نشوفها هلا يوزنج الجيوجبرا. هلا بافتراض ان وي هاف ذا اكس واي زد سبيس اور ريجن، تمام؟ هلا انا بدي ارسم سفير، تمام، مع بعض. خلينا نرسم هلا هاي السفير، فبدي اروح هنا على السفير and I will be choosing sphere، بدي احدد السنتر، والسنتر بدي اختاره على انه الاوريجن، وبدي اختار فور اكزامبل، بدي اختار فور اكزامبل انه radius تبعها يكون 5، تمام؟ فهيك انت تقريبا انا I have chosen sphere، الراديوس تبعها هو almost 5، مش almost، هو 5، تمام؟ لاحظ لو بدي اطلع عليها top view لاحظ it will look like circle، تمام؟ لاحظ من الاكس ومن الواي اللي عبارة عن من minus 5 ل plus 5، minus 5 ل plus 5، تمام؟ وهي طبعا هي عبارة عن سفير، تمام؟ هلا هاي السفير، تمام، واضحة عندي تماما، اوكي؟ هلا بدي اختار نقطة على هاي السفير، بدي اختار point على هاي السفير، لاحظ عم بتحرك انا على سطح هاي السفير، تمام؟ ولتكن for example this point، تمام؟ بدي اختار هاي البوينت على هاي السفير، تمام؟ بدي احرك نشوف تقريبا وين النقطة اللي انا اخترتها، لاحظ في من وجهة نظر X و Y ومن وجهة نظر Z الموجود عندي، تمام؟ هلا لو بدي أحدد، لو بدي أحدد ال R، تمام، موجود عندي راح يكون بهذا الشكل. This is the R vector أو this is the R اللي هو عبارة عن كما بينا اللي عبارة عن position vector of the point P from the origin، أو اللي عبارة عن radius of a sphere centered at the origin، تمام؟ طيب هلا
لو واحد حكى لك طب وين الزاوية ثيتا ان ماي كيس؟ انت عمالك اذا ار حددته هي عبارة عن من الاوريجين للنقطة اللي على سطح هاي السفير، تمام؟ الزاوية ثيتا قلنا هي عبارة عن الكولاتيتيود انجل، هي عبارة عن الزاوية المحصورة بين هذا الار والبوزيتيف زد اكسس، تمام؟ وبالتالي لو بدي احددها لاحظ هي عبارة عن الزاوية المحصورة من هون لهون. This is the angle theta، تمام؟ هاي عبارة عن الزاوية ثيتا، تمام؟ اللي هي كم الزاوية تاعتها؟ لو اجي اطلع هون الزاوية تاعتها عبارة عن 41 ديجري، تمام؟ اللي هي هون الفا، اوكي؟ ولكن in my case هي عبارة عن ثيتا. طيب هلا اذا حددنا هلا الزاوية ثيتا هي عبارة عن الزاوية المحصورة بين البوزيشن فيكتور تاع البوينت بي، هاي بدي اسمي لك اياها هون ها عشان ما نتخربط، بدي اسميها بي، اوكي؟ تمام؟ وهذا الفيكتور، هذا الفيكتور بدي اسميه ار، تمام؟ فهذا الفيكتور ار وهي عباره عن البوينت بي وهي الزاويه هي ثيتا، اوكي؟ طيب هلا حددنا الار، حددنا ثيتا، ضل بدي احدد الفاي. كيف بدي احدد الفاي؟ عشان تحدد الفاي احنا حكينا ار في كوساين ثيتا تطلع معي زد، تاخذ بروجكشن along the z axis، ولكن ار في ساين ثيتا تعطيني لبروجكشن، لبروجكشن في الاكس واي بلين، تمام؟ لبروجكشن في الاكس واي بلين. فانا لو اجي هون، فلو اجي عند النقطه بي واختار نقطه مباشره عموديه اسقاطها على الاكس واي بلين، فبدي اروح هون طلع بتختار بيربنديكولار لاين من هاي النقطه، تمام؟ فانت بهذا الشكل حددت نقطه، تمام، اسقاطها العمودي نقطة مسقطة بشكل عمودي على الاكس واي بلين، نقطة مسقطة بشكل عمودي على الاكس واي بلين. طيب ممتاز، لهلا اذا حددت ار، حددت ثيتا. لو بدي اختار نقطة على هذا اللاين، تمام، ممكن اختار نقطة عند اي نقطة على هذا اللاين، تمام. فور اكزامبل اخترت نقطة عشوائية هلا وبدي اختارها، بدي احركها هلا بحيث انه هاي النقطة بدي احركها بحيث انه الزد اكسس يكون فيها زيرو، بالضبط هيك. لاحظ الزد اكسس فيها زيرو، فهيك انت تقريبا بكون حددت هاي النقطة في الاكس واي بلين. لاحظ هاي النقطة هي موجودة على الاكس واي بلين. طيب عشان احدد ثيتا بدي ارسم فيكتور من الاوريجن، سوري، بدي ارسم فيكتور من الاوريجن لهاي البوينت، تمام؟ فذس از، كأني عم بحكي لك هذا الفيكتور هو عبارة عن ار في ساين الثيتا وليس كوساين الثيتا. طيب ممتاز. هلا انا من هون مش بقدر احدد الزاويه فاي. هلا واحد بقول لك كيف؟ بقول لك سمبلي هي عباره عن الزاويه المحصوره بين البوزيتيف اكس اكسس و ار ساين ثيتا، البروجكشن لار على البلين اللي هو الاكس واي بلين، تمام؟ اللي هو هذا البلين الجراي، هذا جاي عندي عباره عن الاكس واي بلين، هذا فعليا يمثل الاكس واي بلين، تمام؟ فلاحظ اذا هلا لو بدي اعمل زوم هون بدي اياك تطلع شوي بالزوايا بدقه، تمام؟ خلينا نطلع فيهم واحده واحده. هلا الزاويه ثيتا هي 41 ديجري، الزاويه فاي 40، الزاويه فاي 40، تمام؟ اذا هيك انت تقريبا بتكون حددت هاي النقطه بالسفيريكال كوردينيت سيستم. طيب هلا واحد بقول لك طب شو هي السفيركال كوردينيت؟ سمبلي الار بالنسبه لك اللي عباره عن 5 اللي هو الراديوس تاع هاي السفير، عشان تتاكد من الراديوس بتيجي هيك من الاوريجن لهاي البوينت، بيطلع معك هي من الاي للبي، خليني احكيها 5، اذا ار 5، ثيتا 41.25 ديجري وفاي عباره عن 40.61. اذا بهاي الطريقه انت بتحدد السفيركال كوردينيتس لهاي البوينت. هاي البوينت برضو إلها كارتيزيان كوردينيت، هي 2.5 على الاكس، 2.15 على الواي، 3.76 على الزد، تمام؟ فهاي البوينت زي ما إلها سفيريكال وإلها كارتيزيان. سيم بوينت اي كان اسيوم هي برضو على سطح سلندر، صح؟ مش انا بقدر اسيوم هيك. وبالتالي لو اجيت انا هون رسمت سلندر بهذا الشكل، لاحظ كيف بدي ارسم لك سلندر. بدنا نحاول نرسم سلندر بهذا الشكل. لاحظ بدي اختار سلندر من سطح هاي السفير، تمام، لسطح هاي السفير والراديوس تبعها كم؟ 5. فذيس از ا سلندر، تمام، هاي عباره عن سلندر، تمام،
طبعا انا طبعا الراديوس المفروض تبعها اختاره ايش؟ النقطة بي، كم النقطة بي؟ لو اجي اطلع بس عشان احددها كون دقيقين، النقطة بي عندي عبارة عن 2.5، فانا هاي السلندر، هاي السلندر ممكن اختار راديوس على انه 2.5. تمام؟ فهي اخترت السلندر اللي هي عبارة عن راديوس تبعها 2.5، هلا هاي السلندر خليني بس احركها. فالسلندر بالنسبة لي الراديوس تبعها 2.5 هاي، فهاي النقطة واقعة على هاي السلندر، ممكن اعتبرها تمام؟ تكون واقعة على هاي السلندر، يعني بهذا المنطق إذا أنا بتنقل من السفيريكال للسلندريكال، من السلندريكال للكارتيزيان، من الكارتيزيان للسفيريكال وهكذا. هلا النقطة اللي بدي أحكيها اللي هو الرينج تبع هاي السبيس فاريبلز. هلا إحنا عمالنا بنحكي اللي عبارة عن ار وثيتا فاي. هلا أنا بالنسبة لإلي الـ R اللي هو الراديوس مبين معاي، لو أنا بدي أحدد، خليني أعمل ماكسمايز هون وأحدد الرينج. هلا الـ R كراديوس، هذا الـ R الرينج تبعه أكبر أو يساوي 0 أصغر من انفينيتي، لأنها عبارة عن راديوس لسفير، إما أن كان يساوي 0 لانفينيتي. الثيتا اللي هي كل اتيتيود انجل، هي عباره الرينج تبعها اكبر او يساوي 0 اصغر او يساوي باي 180 ديجري، لانه الرينج تبع ثيتا بهذا الشكل من هون لهون لحديت النيجاتيف زد اكسس. تمام؟ بس عشان نتخيل الموضوع، اوكي؟ هذا الرينج تبع ثيتا. تمام؟ هي نقطه مهمه جدا. اذا اكبر يساوي 0 اصغر يساوي باي، والفاي، الفاي اللي عباره عن ايش؟ لا خلينا نرسمها بالبينك لانه الازيميث الانجل. الفاي زي السلندريكال كوردينيت سيستم، بيكون اكبر او يساوي 0 اصغر او يساوي 2. تمام؟ فهيك انت تقريبا بتكون حددت الرينج تبع السبيس فاريبلز في السفيريكال كوردينيت سيستم، بالسفيريكال كوردينيت سيستم. تمام؟ هلا بعد هيك بدي احكي عن الفيكتورز. تمام؟ في السفيريكال كوردينيت سيستم. هلا انا عندي الفيكتور، وليكن فور اكزامبل عندي الفيكتور A بالسفيريكال كوردينيت سيستم، راح اكتبه along 3 main components، along ال AR A theta A phi. فهذا الفيكتور راح اكتبه AR plus A theta plus A phi. تمام؟ بحيث انه الـ AR A theta A phi are the components of the vector A along the AR small AR A theta A phi. هدول عبارة عن الـ components along the AR along the A phi along the A theta along the A phi، والـ unit vector اللي هو AR A theta A phi هاي عبارة عن الـ unit vectors along the R theta phi direction. R theta phi direction. بالمقابل لو اجى واحد حب انه يطلع الابسولوت فالي او الماجنيتيود لهذا الفيكتور، فعباره عن ايش؟ راح اكتب بهذا الشكل. تمام؟ راح اكتب على شكل ar سكوير بلس a theta سكوير بلس a phi سكوير. تمام؟ فهيك انت بتطلع الماجنيتيود تبع هذا الفيكتور. تمام؟ الماجنتيود تبع هذا الفيكتور. هلا بناء على هذا الاشي انا بدي احكي على اليونت فيكتورز. تمام؟ بعد ما حكينا على الفيكتورز بدي احكي على رقم 4 اللي هو اليونت فيكتورز. اليونت فيكتورز، وهون انا بدي انبهك على اشي. هلا انا بالنسبه لي احنا حكينا اليونت فيكتورز هم عباره عن ايش؟ لو بدي اطلع على اليونت فيكتورز، طبعا هذا عباره عن اورثوغونال سيستم، صح؟ orthogonal يعني كأني عم بحكي لك for example هاي for example الـ AR وهاي مثلا الـ A theta وهاي بالمقابل A phi. و as long as they are orthogonal, mutually orthogonal or mutually perpendicular، إذا هنا بدي أقسم الموضوع لقسمين. لما أحكي عن الدوت برودكت في هاي الحالة رح صير عندي ما يلي. رح اجي احكي فور اكزامبل ال AR دوت ال AR يساوي ال A theta دوت ال A theta بتساوي لي ال A phi دوت ال A phi، وهذا الحكي كم يساوي؟ يساوي 1. ليش؟ لانه الدوت برودكت الناتج من اليونت فيكتور بنفسه لنفس السبيس فاريبل بده يساوي لي، هي عباره عن ال AR في ال AR
في كوساين الزاوية المحصورة بينهم. طيب انت عم تحكي اي ار مع اي ار، سيم يونت فيكتور، وبالتالي الزاوية المحصورة بينهم كم؟ زيرو. اذا هذا اليونت فيكتور قيمته 1، هذا اليونت فيكتور قيمته 1، كوساين الزيرو هي عبارة عن 1، فالجواب بالنسبة لنا 1. تمام، هي خلصنا. هلا بالمقابل، بالمقابل لو بدي اخذ، بدي اخذ ديفرنت يونت فيكتورز، الدوتا برودكت لديفرنت يونت فيكتورز، في هاي الحاله ايش راح يصير عندي؟ الاي ار، خليني اخذها بالبينك، الاي ار دوت الاي ثيتا فور اكزامبل بتساوي لي الاي ثيتا دوت الاي فاي، بتساوي لي الاي فاي دوت الاي ار، وهذا الحكي كم يساوي؟ زيرو. ليش؟ ليش؟ انا بقول لك ليش. لانه الاي ار في الاي ثيتا في كوساين الزاويه المحصوره بينهم، طب ما انت بتحكي هاي اي ار اي ثيتا، الزاويه المحصوره بينهم كم؟ 90 ديجري، لانهم دي ار بيربنديكولار اورثوغونال، اذا هاي 90 ديجري. هذا قيمته 1 وهذا قيمته 1، كوساين 90 0، فجوابه 0. متفقين؟ متفقين. بعد ما حكينا عن الدوت بدي احكي عن الكروس برودكت. تمام؟ بدي احكي عن الكروس برودكت. هون تقريبا بدنا نذكرك ب what we used to do في حالة الكروس برودكت، انه احنا عادة شو مسوي؟ باجي بتحط هون الـ AR، هون الـ A ثيتا، هون الـ A فاي، وبتأخذ الـ positive direction AR across A ثيتا across، هاي دير بالك هاي A فاي، اوكي؟ هون هاي فاي. AR across A ثيتا هي عبارة عن A فاي، و AR A ثيتا across A فاي هي عبارة عن AR، و A phi across AR هي عبارة عن ايش؟ A phi across AR هي عبارة عن A theta. تمام؟ هذا البوزيتيف. بينما النيجاتيف لو انا اعمل بالعكس، A theta across AR هي minus ال A phi، و AR across A theta هي عبارة عن minus ال A phi، طبعا AR across ال A phi هي minus ال A theta، وال A phi across ال A theta هي minus ال AR، هي minus ال AR. اذا هذا بالنسبة لنا يمثل الكروس برودكت. طيب ممتاز. هلأ خليني أشوف الريليشنشيب بتوين السبيس فاريبل. إذا الرقم 5 راح يكون عندي 5 اللي هو relationships، relationships between space variables. طيب ممتاز. هون انا بدي انبك لنقطه. هل انا بالنسبه لي ار هو عباره عن الراديوس تاع السفير، ممكن اعبر عن هاي النقطه البي باكس واي زد، صح؟ بالاكس واي زد. واحنا كلياتنا عارفين انا عشان اجيب هذا الراديوس ار بدلاله الاكس واي زد هو عباره عن سكوير روت اوف اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير، صح ولا لا؟ سمبلي هي عبارة عن سكوير روت اكس سكوير بس واي سكوير بلس زد سكوير. لما حكينا عن السلندريكال كوردينيت كانت الرو هي عبارة حسب قانون فيثاغورس سكوير روت اكس سكوير بلس واي سكوير. هلا هون صار عندي هذا في حالة الاكس واي بلين. طب في حالة الاكس واي زد سبيس بده يصير عندي الراديوس هلا هو سكوير روت اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير. هلا واحد بقول لك طب انا يعني حاول انك تقرب لي اياها وحاول تفهمني اياها، بقول لك بسيطة، الاكس سكوير بلس واي سكوير هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن الرو سكوير، هي عبارة عن الرو سكوير. كيف؟ انا بحكي لك كيف. طيب هنا انا I have brought هاي الصورة اللي هي very good بتوضح relationship. هلا انا هاي البوينت بي، اوكي؟ هي بالاكس واي زد اكس، لاحظ هاي النقطة اكس، هاي النقطة هي واي، وهاي النقطة هي زد، اوكي؟ اكس واي زد، ممتاز. هلا لاحظ ار هي اللي عبارة عن radius vector أو position vector of point P، صح؟ واحد بقول لك طيب كيف يعني؟ يعني هي عبارة عن simply R هي عبارة عن هذا الفيكتور، هي عبارة عن الفيكتور الموجود عندي، هاي عبارة عن الفيكتور R أو اللي هو radius، أوكي؟ إذا هذا ال R، لاحظ حكينا R cosine theta بتعطيني Z، بديك تركز على هذا التراينجل. لاحظ في عندي تراينجل هون تشكل، واحد بقول لك وينه؟ انا بقول لك هيو، هذا عباره عن التراينجل، هاي رو،
خليني بس أحرك هاي هاي حرك هاي رو تمام. وكانت عندي الزاوية هاي لاحظ هي عبارة عن هذا مثلث المشكل عندي هذا رايت تريانجل صح؟ فلاحظ ار، وبالتالي مبين معي من هذا الرايت تريانجل على انه الار سكوير من هون مبين معي على انه الار سكوير صح اسبير في فيثاغورس الار سكوير هي رو سكوير بلس زد سكوير صح ولا لا؟ ولكن انا بعرف في نفس الوقت انه الرو سكوير هي عبارة عن ايش؟ من هذا برضو الرايت تريانجل اللي هي جاي عندي ممكن اعبر عنه هون الرو سكوير هو عبارة عن y سكوير زائد x سكوير. إذا r سكوير هو عبارة عن x سكوير plus y سكوير plus z سكوير. وبالتالي r هي عبارة عن square root of ال r راح أصفي عندي عبارة عن square root of what؟ ال r راح أصفي عندي square root of x سكوير plus y سكوير plus z سكوير. هذا أحد الطرق. الطريقة الثانية ممكن تعامل معها لأنها اللي عبارة عن إيش؟ اللي عبارة عن distance between two points in the xyz space صح؟ بمعنى انه هاي النقطة الكارتيزيان كوردينيت لها x y z وهاي الاوريجن لها 0 0 0 واحنا كلياتنا عارفين ال distance between two points في ال xyz space راح تكون عبارة عن square root of x2 minus x1 all square plus y2 minus y1 all square plus z2 minus z1 هذا الحكي all square تمام. وبالتالي بصير عندي x1 y1 و z1 هذول عبارة عن zeros صح؟ هذول عبارة عن zeros و ال x2 y2 z2 اللي هم هذول عبارة عن x y زين. وبالتالي هاي حصلت على هاي الار بهذا الشكل. انت حصلت على الار. هلا الثيتا لاحظ انا برضو في عندي هون زي رايت تريانجل صح؟ فالثيتا كيف بدي اجيبها؟ معاي الرو اللي هو الاوبوزيت ومعاي الادجيسنت اللي عباره عن ايش؟ الزد. فالثيتا عباره عن ايش؟ تان انفرس سمبلي تان انفرس لايش؟ لا الار في ايش؟ في ساين ثيتا اللي هو الرو ار ساين ثيتا صح اللي هو الرو على او ممكن تعب بديش اعبر عنها بدي اجيب اصلا الثيتا بدي اعبر عنها على شكل ايش الثيتا اللي عباره عن المقابل اللي هو بالنسبه لك ايش هو الرو اللي عباره عن بالنسبه لك هو عباره عن سكوير روت اوف اكس سكوير بلس واي سكوير على الزد تمام. والفاي بالنسبة لك شو راح تساوي؟ لاحظ هي تان انفرس لا الواي على اكس صح لا تان انفرس لا الواي اوفر الاكس. اذا هيك انت بتكون you have found ال ار ثيتا فاي اللي هو spherical coordinate space variables in terms of الكارتيزيان coordinate space variables بالاكس واي زد. يعني اذا اعطى لك اكس واي زد بوينت لها الكارتيزيان كوردينيت بقدر اطلع سفيريكال كوردينيت لها صح لا بقدر اطلع السفيريكال كوردينيت. طيب هل انا بقدر برضو من هون اكتب لك انذر ايكويشن لا اذا كان معك السلندريكال كوردينيت الاكس سكوير زد واي سكوير هي رو سكوير زائد زد سكوير هاي الاولى خلصناها. الثانيه بالنسبه لك اللي عباره عن تان انفرس لمين لرو على زد وفاي بصفي معاك الفاي بالسلندريكال نفسها فاي في السفيريكال صح؟ اس فاي في السلندريكال نفسها فاي في السفيريكال. هلا ممكن بيكون معي سفيريكال كوردينيت سبيس فاريبلز بدي اطلع الاكس واي زد. خليني ابدا اول شيء بالزد تمام من هاي الرسمه نفس الشيء تمام. لاحظ الزد هي عباره عن ار في كوساين ثيتا تمام. اذا هون احنا شو عملنا؟ هون انا حولت من الكارتيزيان لمين لسفيريكال هلا العكس هلا بدي يكون عندي معاي سفيريكال
بمعنى معاي r theta phi وبدي احول لكارتيزيا كارتيزيان كوردينيت اللي هما بدي اطلع x y and z. طيب مبدئيا خليني اطلع الاشي اللي متناول اليد. لاحظ الزد بسيطة جدا، عبارة عن r كوسين ثيتا. اذا اول اشي الزد عبارة عن r كوسين ثيتا. طيب كيف نطلع الاكس والواي؟ لاحظ برضو بسيط جدا، بدي اياك بس تركز معي. اول اشي عشان اطلع الاكس، عشان اطلع الاكس، هاي الاكس تمام، عشان ركز معي هاي الاكس. لاحظ هي r sin ثيتا، اذا هي جبت رو في كوساين فاي تمام، فهي عبارة عن r sin ثيتا كوساين فاي تمام. بالمقابل الواي، الواي لاحظ هو عبارة عن r sin ثيتا sin فاي تمام، عبارة عن r sin ثيتا sin الفاي تمام. اذا هيك انت بتكون تقريبا طلعت من، طلعت هاي الفاريبلز تمام، من وين؟ من الار ثيتا فاي تمام، انت بتكون طلعتهم من الار ثيتا فاي. اذا هاي النقطه رقم، بالنسبه لنا نقطه رقم 5 اللي هي relationships between space variables تمام. اذا هاي نقطه very important، هاي نقطة very important. اللي بعدها، اللي بعدها اللي هو بدي احكي عن اليونت فيكتورز اللي هو من ال AX AY AZ و AR A-theta A-phi. هلا طبعا هم هدول طبعا كان بيفاد برضو geometrically، فهاي النقطة اللي هو رقم 6 اللي هو اليونت فيكتورز، خليني حطهم هيك اليونت فيكتورز. هلا اليونت فيكتورز هون بدي احكي لك، يعني نكتب المعادلات بشكل سريع للتذكير تمام. اول شيء الاي اكس ان تيرمز اوف الاي ار اي ثيتا اي فاي هي كالتالي، عباره عن ساين ثيتا كوساين فاي اي ار تمام، بلس بدك تعكس هدول كوساين ثيتا ساين فاي اي ثيتا ماينس ساين فاي اي فاي تمام. عاده هدول يعني مفروض انه انت بترجع لهم وقت ما بدك. طبعا هدول انا راح استخدمهم حتى اوصل لاشي تاني، لو كيف بدي احول الكومبوننتس تاعت الفيكتور من اي اكس اي واي اي زد لاي ار اي ثيتا اي فاي او فايس فيرسا. والاي واي لاحظ هي تقريبا طلع ساين ثيتا، نزل هاي وهاي بتصير ساين فاي اي ار، بعدين زائد بعدين كوساين ثيتا، هاي بتنزل كوساين ثيتا، لاحظ الثيتا بتضل زي ما هي، هاي بتعكس بصير كوساين فاي اي فاي، اظبطها اي فاي، بعدين زائد بتعكس برضه هون كوساين الفاي. لاحظ تقريبا مشان هيك نحاول نفهمها انه انت عمالك بتعكس بايش، طبعا هاي الثيتا اي ثيتا بالفاي العكس بصير. بعدين راح يكون عندي الاي زد، الاي زد بسيطة اللي عبارة عن كوساين ثيتا اي ار ماينس ساين ثيتا اي فاي تمام. وممكن برضو تجيبهم بشكل معاكس، تجيب الاي ار اي ثيتا اي فاي من الاي اكس اي واي زد تمام. فهنا بدي احكي لك اور، خلينا نجيب الشكل الاخر من هاي الايكويشنز، فبدي اجيب الاي ار هي عبارة عن ساين ثيتا كوساين فاي اي اكس بلس ساين ثيتا ساين فاي اي واي بلس كوساين ثيتا اي زد. والاي ثيتا راح شو بتسوي؟ هالمرة بتعكس الساين الثيتا، بمعنى الساين بتصير كوساين، كوساين ثيتا هي بتنزل زي ما هي كوساين فاي اي اكس، بعدين هاي بتصير كوساين ثيتا ساين فاي اي واي، بعدين ماينس ساين ثيتا اي زد. وفاينالي الاي فاي هيكون عندي ماينس ساين فاي اي اكس بلس
كوساين فاي اي واي. طبعا هدول لو انت بلشت بايكويشن اي هي عبارة عن AX plus ال AY plus ال AZ شو بتسوي؟ بتيجي simply بتعوض محل ال AX قيمتها AY قيمتها AZ قيمتها. تمام؟ ال AX تيجي بتعوض معها كل هاي ال variable وال AY كل هاي ال variable وال AZ كل هاي ال variable. تمام؟ وبالتالي راح تحصل على الماتريكس رح تحصل على ماتريكس very important اللي هي أنا يعني هاي اللي أنا بدي أوصل لها إنه how to transform تمام من between هاي ال variables. تمام هاي بدي أجهز ماتريكس بحيث إنه لو كان معك ال components بال in terms of AX AY AZ تمام وبدك تطلع ال AR A theta A phi تمام فهون راح استخدم هاي الماتريكس بدي اطلع انا مبدئيا ال AR A theta A phi وراح يكون معاي ال AX AY and AZ و simply هون راح استخدم هاي الماتريكس لاحظ sin theta cosine phi بعدين sin theta sin phi بعدين cosine theta بعدين راح يكون عندي cosine theta cosine phi بعدين cosine theta sin phi minus sin theta بعدين minus sin phi بعدين minus sin phi minus sin phi cosine phi بعدين راح يكون عندي هون زيرو. فلاحظ هاي الفكرة من هاي الماتريكس. طبعا هي مش للحفظ، انت عادة بكون معك الورك شيت او بكون معك اللي هو عبارة عن يعني ممكن ترجع لها لأي رفرنس معك. فور اكزامبل هاي الفاريبلز معك بكون هاي الفاريبلز اللي هو الاي اكس والاي واي والاي زد تمام، وانت بدك تجيب الاي ار اي ثيتا اي فاي فبدك تضرب بهاي الماتريكس. تمام يعني ممكن انت تحاول اذا بدك تحفظها بصوره لاحظ ساين ثيتا ساين ثيتا بعدين بهون كوساين ساين. تمام هون شو بتسوي بالنسبه لك الترم الاول بتعكسه اذا هاي ساين هاي كوساين اذا هاي ساين هاي كوساين. تمام اذا هاي ساين هاي كوساين لاحظ اذا هاي ساين كوساين ساين كوساين الكوساين هون بنزل كوساين الفاي trigonometric function بنزلها الكوساين ثيتا بتعكسها مع الإشارة. هدول تقريبا لاحظ يعني تقريبا شبهين بهدول أو يعني ممكن طلع عليهم يا يعني ممكن طلع عليه إذا هاي ساين ثيتا هاي ماينس ساين فاي هاي كوساين ثيتا هاي كوساين فاي ممكن طلع عليهم بهذا الشكل يعني تحاول تحفظهم بطريقة سهلة. هلا عشان أجيب ال AX AY AZ لو كان معاي ال AX AY AZ تمام من ال AR A theta A phi بدي احط هاي الماتريكس بس بدي استخدم الماتريكس الوسطية هاي بس اضربها بانفرس فهاي راح تكون عندي اذا ايه راح يكون عندي هاي انفرس الماتريكس ما تنسى شو يساوي هون يساوي هدول ضرب. طبعا احنا متذكرين عادة لما بدي اضرب صف في عمود صف في عمود تمام يعني هذا فقط للتذكير. انفرس هاي الماتريكس يعني حتى تكون بالصورة يعني انا بدي احاول هلا اعيد كتابته لاحظ هي طبعا هي انفرس. هلا انا بدي احط فرجيك الانفرس تاعت هاي الماتريكس هلا اتذكر هاي ساين ثيتا كوساين فاي بتضل زي ما هي هاي بتصير عندي بدل ما هي ساين راح تصير عندي هنا كوساين ثيتا كوساين فاي وهاي ماينس ساين فاي هاي ماينس ساين فاي وهاي بده يصير عندي ساين ساين بدل كوساين كوساين هاي بده يصير عندي ساين وهاي بده يصير عندي ساين
وهيبدأ يصير عندي كوساين ثيتا ساين فاي صحيح، هيبدأ يصير عندي مدى الماينس ساين ثيتا بدأ يصير عندي كوساين ثيتا أو كوساين الفاي، هيبدأ يصير عندي كوساين الفاي. بعدين راح يصير عندي هاي، راح يصير عندي كوساين ثيتا، هاي كلها بدي أشيلها كلها تغيرت، فبدي يصير عندي هاي كم، بصير عندي هاي كوساين ثيتا وماينس ساين ثيتا. إذا هاي هدول two matrices very important بصراحة، بحيث إنه أنت بإمكانك من خلال معرفتك لا ال vector بالكارتيزيان coordinate تجيب الفيكتور بالسفيريكال كوردينيت اند فايس فيرسا، تمام، اند فايس فيرسا. يعني هذا تقريبا ان اوفر فيو بشكل عام عن السفيريكال كوردينيت سيستم، سفيريكال كوردينيت سيستم، و بصوره عامه عنه. اتمنى تكون السيشن مفيده للجميع، ويعطيكم الف عافيه.